بعد يناير 21 وبطولة العالم لكرة اليد اللي كانت يعني أول بطولة كبرى بعد الكورونا تقام في العالم كله، واللي حصل فيها نظام الفقاعة اللي اتطبق بعد كده في أولمبياد طوكيو نفسها، ده فرق جدا مع مصر، خلى كل أنظار العالم وكل الاتحادات الدولية والقارية نظام الفقاعة الطبي الفقاعة الطبية كانت موجودة في بطولة العالم. يعني اليابان أخذتها من مصر بعد كده ونفذتها في أولمبياد طوكيو، ومن وقتها لغاية دلوقتي النجاحات مصر في التنظيم عالية جدا. هي. الخبرات بتزداد بطولة مع ورا بطولة، يعني شيء رائع بصراحة. يمكن عندنا كمان بكرة بطولة مهمة جدا جدا، هتبدأ بكرة الساعة 9 الصبح، كأس العالم لسلاح الشيش. الشيش يمكن برضو اتحاد عندنا لعيبه كتير ابطال في السلاح ده، من اهم الاتحادات الناجحه في الفتره الاخيره. صحيح. يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن النجاح الحقيقي في الفتره الاخيره بنتكلم كره اليد، الخماسي، السلاح، الجمباز صراحه، يعني زائد التايكوندو طبعا مأهل ما شاء الله. انا حاسه ريشه الطايره برضو مؤخرا، يعني برضو احنا عاملين فيها تطور، ما فكره ان انت بتتطوري ده برضو اولى، ده يعني ماشيه صح. خلينا نقول في الظروف الاقتصاديه حاليا بالذات الموجوده استضافه البطولات هنا بيفرق مع مصر كتير. يمكن لو هنتكلم عن ريشه الطايره، ادهم حاتم وضحى هاني ابطالنا حاصلين على برونزيه الزوجي، وادهم خد كمان برونزيه الفردي رجال، ده غير انه خد كمان ميداليه ثالثه مع الرجال، فضيه برونزيه، هو واخد فضيه الفردي رجال وبرونزيه الرجال فرق رجال، فما شاء الله. يعني هم كمان سافروا النهارده بطوله اوغندا ان شاء الله من البطولات المؤهله، وان شاء الله ادهم وضحى بيسعوا للتاهل هم ونور يسري، ومعاهم كمان بنتين تاني ان شاء الله يكونوا دول مسافرين لاكتساب الخبرات الدوليه من دلوقتي عشان اولمبياد لوس انجلوس ان شاء الله. طيب خلينا نرجع لسلاح الشيش مره ثانيه، وبرده احنا عاملين فيه تطور رائع جدا، ورئيس الاتحاد صح ده من الاتحادات اللي بتشتغل بجد، يعني عارفه بيطوروا نفسهم مش بيقعدوا يدوروا. يعني احنا بنتكلم ان في او معظم الاتحادات بتدور على سبونسر، انا محتاج فلوس، انا محتاج دعم مادي كبير، خصوصا قبل الاولمبياد بيبقى الطلب ده او المطلب ده اساسي. سلاح الشيش او السلاح عامه الاتحاد بتاعهم لا شغال، وشغال على افكار جديده، انا عاجبني الشغل اللي بيحصل هناك بصراحه. فعلا الشغل رائع جدا، ثقة الاتحاد الدولي بقت فينا كبيرة جدا سواء على مستوى السلاح او مستوى الخماسي. يعني لو في حتى بطولة ممكن يتصلوا بينا ويقولوا لنا عاوزين مصر اللي تنظمها، لو في بطوله ولسه ما حدش تقدم لها لا طب تاخدوها انتوا. يعني بجد الفكره بقت رائعه، الفكره رائعه ان الاتحاد بيشتغل بقوه جدا. يمكن البطوله اللي هتبدا بكره دي احنا هننزل عدد كبير جدا من الناشئين والناشئات، بطوله كاس العالم للسلاح لسلاح الشيش هننزل عدد كبير جدا من الناشئين والناشئات لاكتساب الخبره الدوليه من اول 15 و17 سنه مرورا ب 20 سنه لغايه العمومي. دول ممكن ما يكونوش داخلين ينافسوا على التاهيل للاولمبياد، لكن هم ان شاء الله اكتساب خبرات. خلينا نقول اكتساب خبرات. واحنا عندنا يعني متوقع لنا، يعني احنا فريقنا للسلاح الشيش رجال مصنف سابع في التصنيف الاولمبي، يعني لو ثبتنا على التصنيف دوت او حسناه احنا كده متأهلين رسميا، فده اللي بنسعله الاتحاد ان شاء الله في البطولة اللي هتبدأ بكرة بإذن الله. لأني لو حافظنا على مركزنا السابع او زدنا مركز كمان او مركزين، قفزنا مركزين، هنتأهل للأولمبياد رسميا فردي وفرق. وانا عايزة اسألك بقى سؤال لي علاقة شوية بالدعم. هنيجي نقارن الأولمبياد بالبارالمبياد، اوكي مين الفئة الأكتر اللي بتحصل على دعم من اللي هم السبونسرشيب مين؟ لا يعني خصوصا ان البارالمبيكس هم اللي بيجيبوا لنا الميداليات اكتر بالظبط، بس العكس هو اللي بيحصل صح؟ يمكن دلوقتي هو دلوقتي يمكن في دلوقتي سبونسرز الحمد لله ابتدوا يجوا البارالمبيك من فتره طويله يعني، بس وابتدوا يزيدوا دلوقتي شويه، بس برضو محتاجين اكتر لان طبعا البارالمبيك غير الاولمبيك. يعني الاولمبيك انا لاعب محتاج ادواته محتاج، لكن البارالمبيك فيه بنحتاج اجهزه، بنحتاج كراسي طبعا يمكن أكثر. الكراسي دي بقت مشكله كبيره جدا لانها بتتعمل هي بتستورد ولا في من هنا؟ بتستورد للاسف، وكراسي الكراسي العاديه ممكن نجيبها من هنا، لكن كراسي اللعب بتستورد من بره وبتبقى معينه مواصفات معينه وبتبقى بقياسات اللاعب واعاقته، فدي مشكله كبيره جدا بتواجهنا دلوقتي في الموضوع دوت.
ومحتاجه سبونسرز، محتاجه الشركات المصريه اللي بتشتغل في الحاجات دي والمؤسسات المصريه تكون عون اللجنه البارالمبيه يعني في هذا الموضوع. والله انا لو سيده اعمال يعني وهبقى سبونسر لحد، انا هروح للبارالمبيين اكتر، لان انا شفت بعيني الناس دي، والناس دي مع احترامنا طبعا للاثنين، اتنين بيجتهدوا والاثنين مشرفينا، بس دول فعلا زي ما حضرتك بتقولي فئه محتاجه دعم اكبر واكتر، لان هم كمان حتى بطبيعه ظروفهم مش افضل شيء، يعني في منهم اللي بيشتغل وفي منهم اللي ما بيشتغلش، في منهم اللي عنده اسر يعني مع الظروف الصحيه، فيعني اكيد هم في دعم اكبر، في حاجه لدعم اكبر. بالظبط.